طب ازاي الكلام ده طيب؟ هينفع يعني؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا عم طول بالك بالراحة، مش كده يعني. حاضر، بكرة إن شاء الله هنتصرف لك فيه. ماشي، مع السلامة. ساتر يا رب. في ايه يعني؟ الراجل عايز بقية فلوسه الأرض. يا عم انت مش قلت له بقية الفلوس بعد ال بعد عامل العيد؟ له طيب، وقف لي عليهم حتة 25,000 مش عارف يجبر عليهم. يا عم احنا عايزين الفلوس بعد العيد، هو واقف لنا ليه كده؟ ربنا يكرم ان شاء الله. ما قدمتش حل الا لما نبيع العربية. وبعدين ده انت عاطيله الفلوس ومفيش حتى ورقة تثبت ان انت عاطيله الفلوس. طب اعمل ايه طيب؟ انا اعمل ايه؟ انا كده هبيع العربية بقى. تبيع ايه؟ هبيع العربية. لا وشكلنا قدام الناس وبرستيجنا قدام الناس، انت بتتكلم ازاي؟ صدقني هما نقضي مشاورنا بايه؟ عندك حق. طب انا عندي حل. انا عندي حل. قولي. الدبيحة. انت مش مشترك بالدبيحة ونسبتك فيها 30,000. كلام صح. الغي الاشتراك بتاع الدبيحة ده. بس يا بنت لا، برضه احنا كل سنه بنجيب الدبيحه. ما يا عم اديك انت قلت كل سنه بنجيب له ضحيه وبنطلعها، ما جتش على السنه دي يعني. وبعدين احمد حته الارض ديت والعربيه، احنا عايزين نطلع ونطلع من الحته اللي احنا فيها دي. عندك حق يا عم. روح يا عم الغي الاشتراك ده وخدها، خد فلوسها بقى وروح اديها للراجل. بس انت كده جبت لي النهايه وعملت معايا الصح. ماشي، خد التليفون وروح شوف كلمه. انا هخلص الموالة ده. روح يا عم. احنا كل سنة بنجيبه ذبيحة وبنقوم نايم منها يعني، الناس هي اللي بتاخدها. ايوه. ايه؟ خلصت الحمد لله وجبت الفلوس. جبت فلوسك يعني؟ اه خلاص. طب انت هتروح للناس بتاعت الارض امتى؟ لا ده انا عايز انام شوية كده اظبط دماغي الاول عشان نروح نقعد مع الناس نديني من الفلوس ونجيب الورق. خلاص. مش عايز حد يصحيني. محدش هيصحيك يا عم. ايوه كده، تروح تجيب الفلوس يبقى عندنا حته ارض حلوه كده وحته بيت حلو كده وعربيه. انما اللحمه بناكلوها وبتنزل في الحمام. يا خرب بيتك يا احمد، يا خرب بيتك يا احمد، يا ساتر يا رب. في يا خرب بيتك يا احمد. خرب بيتك؟ خرب بيتك في ايه؟ في ايه؟ اتنصب علي، انضحك عليا، الناس ضربوني وطلعوني من الارض. خرب بيتك يا احمد. في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ بقت الدبيحة عشان نروح نسد الفلوس. الكلام ده ايه اللي حصل؟ ضحك عليا وضربوني وطلعوني من الارض وخدوا الفلوس مني. يا خرب بيتك يا احمد. ليه كده يا رب؟ عملت فيا كده ليه؟ عملت ايه يعني؟ ما عادش قالتني حاجة. انا قلت لك ايه؟ قلت لي ايه؟ بالله عليكي سيبيني بالله انا فيه عشان ما نقومش نقطع في نفسي. رن على ابوك. ابوك يروح للناس دي؟ انا فاضل شويه هنعمل حاجه في نفسي، هنقوم نرمي نفسي من البلكونه. ترمي نفسك؟ هضل ناقص. خليه يجي لي حالا. الو. ايوه يا بابا. خرب بيتك. تعالى يا بابا الحق احمد، الحقنا يا بابا، احنا في مصيبه. تعالى يا بابا تعالى. خلاص احنا هنستنوك. خلصي. وبعدين خلاص. يا احمد اتنصب علينا يا احمد، انضحك علينا يا احمد. كفايه بقى، كفايه، حرام عليكي. خرابي. انت بتولعي فيه اكتر من هنا لوحدي. يا خرابي يا اختي، يا بيتك اللي انخرب يا رضا، بيتك انخرب. حاضر. ايه يا بنتي؟ الحقنا يا بابا. ايه يا بنتي؟ وجعت قلبي فيه انت هو. ادخل يا بابا. ماله احمد؟ ادخل شوف احمد. خرب بيتك يا رضا. اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه يا رب؟ ايه مالك يا ابني؟ الحقني يابا. مالك يا ابني في ايه؟ الحقني من المصيبه اللي انا فيها يابا. استغفر الله العظيم يا رب. خير؟ اهدى كده وفهمني. مش قادر اخد نفسي يابا. لا اله الا الله. بالراحه يا ابوي، كلمني بالراحه عشان كل حاجه لها حل. اهدى كده عشان تعرف تفهمني. بص يابا. في حتة أرض عندي الناس كان لهم بقية فلوس 25,000، تمام؟ ورحت عشان نديلهم بقية الفلوس وضربوني ونصبوا عليا. أحمد أنت مش عارف تحكي، أنت من الصدمة أنت مش عارف تحكي.
انا متوتر مش عارف نتكلم. راح استنى بس اهدى شويه على كده. بص إيه؟ يا بابا إيه؟ حته الارض اللي انت عارف اللي احنا جايبينها كان فاضل فيها 25000 ماشي، وقلنا الناس هتصبر علينا بعد العيد. كويس. ال 25000 دولت احمد راح قلت له بيع الدبيحه، ما احنا كل إيه؟ يبيع الدبيحة علشان احنا كل سنة بروح نجيب لحمة. يبيع الدبيحة عشان تسددهم. اه يا بابا خلينا اكمل كلامي. بعد ما رحنا جبنا الدبيحة اسد اللي عليا يا بابا، نسدوا الفلوس اللي علينا. احنا عطينا الفلوس للناس، الناس طلعوا برا الارض وخدوا فلوسه يا بابا، خدوا فلوسه. الحقني يا بابا بالله عليك، قول لي اعمل ايه، انا مش عارف اعمل حاجة. انت لازم تروح لكبارات الناس دي يا بابا وتحل المشكلة دي. سددت اللي عليك يا احمد. ما انا اعمل ايه طيب؟ سديته للعبد ولا سديته لربنا يا احمد؟ ما سددتش ولا حاجه. انت سديته للعبد ولا لربنا؟ انضحك علينا واتنصر علينا. استنى بطل ندب شويه عشان كل من تحت دماغك انت. من تحت دماغك اسمعي اللي... شويه. انت عارف انت بعت ايه؟ بعت حاجه مش بتاعتكم. هي ايه اللي مش بتاعتكم؟ هي الدبيحه مش بتاعتكم. لا بتاعتنا يا بابا. يا بابا ايه دخل دي بيه يابا؟ بالله عليك يا بابا دي ارض ودي حاجه ثانيه يا بابا. لا اله الا الله. امال مين اللي جايبها؟ مش احنا اللي جايبينها. جايبينها لمين؟ فهموني فهمكم بالراحه. جايبين الدبيحه دي لمين يا احمد؟ لينا. ليه كنتم؟ وانتوا الدبيحه بتبيعها بتاكلوها بحال ايه؟ لا يابا بتودي فين؟ بنطلعه للناس. يبقى ربنا قال ايه؟ ما نقص مالا من صدقه. فين اللي انت نجسته؟ انت شلطتها كلها. ربنا بيعاقبك عشان ايه؟ عشان ايه يا احمد؟ انت عايز تقنعني يابا اللي انا فيه ده كله بسبب اللي انا بعت الدبيحه اللي هي كانت طالعه للناس الغلابه يا احمد؟ يعني يا احمد ربنا بيقول لك ايه؟ وصلي الى ربك وانحر. يعني تروح تصلي فرض ربنا وتتذبح للغلابه وللفجرة والمساكين كله بيتراضى. انت ما تاكلش لوحدك، كله بياكل وكله بيتراضى، بس فيه مش قادر يجيبها. ربنا جعل دي سبب اسلامنا وديننا ان احنا بنعاون بعض. مش متوقع اللي يحصل لي ده كله بسبب كده. هو ده هو ده. انا اول مره اعرف المعلومه دي يابا. لا لازم تعرف يا ابني، دي مش بتاعتك يا احمد. كل اللي جرانا ده احنا نستاهل. زود يا احمد، يا ما كل ما تمشي هتتعلم. الحياه اللي زي دي تزود فيها مش تقلل منها. ما بال انت استولت المال عشان خاطر تبيع الدبيحه مش بتاعتك ومش ملكك. بيع العربيه مش بتاعتك. وبعد ما بيع العربيه، بيع العربيه روح يجيب دبيحه. لا بالعربية. كلام صح. الناس دي منين بقى نفهم؟ الناس دي يا ابو نور انت عارف اللي هم بابا خروف وليد. بس خلاص من لله وليد هو السبب. ترجع بقى تراجع نفسك انت ومراتك وانا هنروح نشوف الناس دي. محاولة انا قلت لك وليد ده مش بس بقى. بصي العيط في الفتن قسم العاج. انا هنروح محاولة بس ما نعودكش. وراجع نفسك يا احمد، واقعد كده وراجع مع نفسك يا احمد واتجه لربنا. منك لله يا وليد روح. ربنا يهديك يا ابني. منك لله يا نصاب يا حرام. قلت لك بلاش وليد، بلاش وليد. بس بقى بطل الكلام ياما، خلينا نشوفه في اللي احنا فيه دلوقتي. بس ابوك عنده حق. خلي موال وليد لما نخلصه اللي احنا فيه هنعرف نتصرف معاه. احنا الاول دلوقتي هننزل نبيع العربيه ونروح نجيب دبيحه وزي ما احنا. منك لله يا وليد، مش هسيبك يا وليد.